2019 تتذكروا أنا ذاك تصريحات سياسية وسياسوية أن البلاد ما بقاوش فيها دراهم وممكن الشهر جاي ما تخلصوش وجوع كلبك باش يتبعك احتياط الصرف كان 27 كان 42 مليار بالتقريب أنا ذاك ما يكفيش وكل الناس تتنبأ في الداخل وفي الخارج لأن منطلقين من مبدأ أن الجزائر استوردت في وقت ما 60 مليار دولار قال عندهم 40 وما يحتاجوا 60 إذن يمشوا للمديونية ما نمشيش للمديونية لأننا نعرف قيمة المديونية نعرف قيمة المديونية وآثارها على النخوة الجزائرية وآثارها على كلمة الحق نتاع الجزائر